عملت وياهلي؟ عم يضحكوا على أمك. على أمي؟ وحكيت عنزي على باب المسلح انت وياها، لح مو عيب عليكم؟ لح مو عيب عليكم عم تضحكوا على أمي؟ يو، مين عم يضحك على أمها؟ بنتك وكنت؟ يو، اسمعوا على السمعة، من حصة طلعوا بتكون هي العقرب اللي صارت. مرك عمي، شفتن بعيني ما حدا قال لي. وليه انت وياها؟ كنتوا عم تضحكوا على مرت عمي؟ يو، نحن كنا عم نضحك على عليا، مو على أمه، مو هيك سلمى؟ مو عم يضحكوا يعني مع عليا، صبايا عم يمزحوا مع بعضهم. هلا قلي صهري، شو صار معها؟ ما خلوها تجي معها؟ امشي يا مو امشي، بيت أبوكي أو لا فيكي. مرت عمي، لا تخربي بيت بنتك بإيدك. حاجة بقى صهري حاجة، نحن عطيناك حرمة مو خدامة لأمك وأخواتك، قال لا تخربي بيتها. ليش إلها بيت هي يا حسرة ليخرب؟ امشي يا مو امشي. وفيقة، شو بدك بوفيقة؟ ما دخلها وفيقة، بس ترجع المحروسة اختك نبقى منرجع لك ياها، وبيجوز ما نرجعها كل ساعة ولا ملايكتها. يعني ولا البنت؟ ايه سيدي ولا البنت. ايه شو عليه؟ وفيقة انت طالع. شو؟ لا عبد الله، لا عبد الله يخليك، لا طلقتها يا منصور. الله لا يوفقك، الله مشان الله. طولي بالك يا امي، طولي بالك، صبريني. لا تخلص يا امي، انا جوزها بيك ابن بيت. ولي انا امتي يا امي، انا امتي. طولي بالك، صبريني. تعي صبريني، تعي. اللي بقع بالعسل اللي بدا قس الالهي عدمني يا امي. لك شايفين الله شو عم يعمل فيكم من نجاتكم؟ لك الله كبير. هاتي الولد وليك، هاتي لي على عيني يا امي. فينا نضحك عليها؟ اضحكوا. شو هالحكي؟ طلقها؟ هذا ابن اخوك اللي نحن حاطينه على الرف لك، اكل فول ورجع للقصور. انت مبسوطة على الله؟ ضليتي تحوسي لحتى طلقها؟ كان شو دخلني؟ هو اللي طلقها. هو اللي طلقها؟ ليش لحتى تطلقها؟ ليش؟ هيك تبلي. تبلي ولا من على عيلك؟ ابو صفوان انا ماني ناقصتها. لك انت هلا ما رح تجوقي وتصيري مثل بقية الناس؟ ما رح تجوقي؟ بقية الناس يعني مين؟ اختك موضح؟ مين جاب سيرة اختي؟ بدي افهم. ابو صفوان، اختك موضح هي سبب طلاق بنتها. ليش اختي شو دخلها؟ على بنا عبده راح لعندها يجيب اخته ويجي. ايه؟ ورجع عندي فور فوران ودغري فات وطلقها. باينة اشكرها، باينة، ابصر شو وزت له براسه. شو؟ بس الله كبير، الله كبير، شوف شو عم بيساوي فيهم من عمايله. وحده ترملت وانفلجت، والثانيه راح ابنها وما رجع، والثالثه مات ابنها وفقدت جوزها. لك الله كبير، يا ويله اللي ما بيخاف منه، يا ويله. صبحيه بكفي بقى، بكفي. إن شاء الله بتوصلوا بالسلامة. الله يسلمك. ديروا بالكم على حالكم. تقعدون بالعافية. مع السلامة. الله معكم. هوني. الله يسلمك. الله والنبي يحفظكم. مع السلامة. الله يسلمك. يا الله. إلا تشرفنا فيكم يا شيخ وضاح. بارك الله بك. يعني كان بيودنا أنك تبقوا عنا 4-5 أيام. ما قصرت يا أخوي، حنا هالزوم بدي مديرتنا. أخوي وضاح. أه. ترى أنا وصيت الأمير فيصل بيك وبأهل حارتك، وأنا احتجته من شيء. لا تردد، روح لك. خير ان شاء الله. خير وبيك انت ورجال العشيره، تجونا على الربيع، تجونا بالديره ان شاء الله. يديمك ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. الله معك. السلام عليكم. الله السلام. يلا يا الربع مشي. الله يحرسكم. في امان الله. السلام عليكم. في امان الله. توصلوا بالسلامه. وضعكم في امان الله. مع السلامه.
الله يحميكم. رويدة تقبريني هلا تجي هي وعمتها، عندهم ضيوف. لأن مين الضيوف؟ الضيوف يا ستي الشيخ وضاح وأمنا. عمتي بكفوا هدول الرزات؟ هاتي لشوف. الله والبركة، لكن ياهم هلا نقيهم. معناتها أنا رح روح أسلق قديك. ايه كتير منيح، خلينا نطبخ الرزات فيهم. يلا تقبريني. يلا. حاضر عمتي. شو علي تروح معك؟ وإذا شفتي تنح راسه وما بدي أخلي رويدة ترجع معك، أنا بروح براسي برجعها. حجي أه؟ من بعد إذنك يعني عم قول لحالي نصير نخلي رويدة تنام عند إمها بس لبين ما ترجع وفيقة. إيه شو علي؟ إذا هي إلى خاطر شو علي؟ بس يا بي إذا نمتي عند أمك ابقي تذكرينا. لا يا عمي أنا بنسى روحي وما بنساك. أنت مو بس عمي أبو جوزي، أنت معام أبي الله يرحمه. الله يرضى عليكي. بس تقبريني بس يا نور عيني بس. لك الله لا يوفقك يا صبحية، إلهي يبليكي بحمة ما تطلعي منها. ضليت ورا عبده ورا حرمته لحتى خربت بيته كله مشان ما تضر رويدة عنه. إيه والله يا بي قلي له لعبده إنه أنا رح أحكي له بموضوع حرمته، مالي نسيانه. يعني هو ولو قل الأدب معي بس كرامة لأبوه مو إله. الله يشبره بخاطرك وما يحرمنا منك إلهي. يلا عن إذنك. يلا خاطرك عمي. الله معكم. شلونك عمي؟ الحمد لله عمي الحمد لله. عود عمي عود. ما قلت لي أنت ليش مطلع له وفيقة؟ عمي الله يلعن الشيطان. لا إله إلا الله. ما بيجوزك عمي ما بيجوز. أبغض الحلال عند الله الطلاق. كعمي شو بدي ساوي؟ شو بدي ساوي أنا واقع بين نارين؟ ويلي أختي وعمتي أم وضاح من نار، ويلي مرتي ومرت عمي أم صفوان من ناح تاني. علي الحلال ضحت ما عاد عرفت حالي وين. يعني ما طلقت كرام فيها؟ أعوذ بالله عمي أعوذ بالله، أنا بحبها لوفيها ومتعلق فيها مثل ما بيتعلق الببو بأمه. خير إن شاء الله عمي خير. هلا بنبعت ورا الشيخ نزير رجع لك حرمتك على سنة الله ورسوله إن شاء الله. أنت شو عم تحكي؟ عبده ماله عنا حرمة، شو نسي حاله إنه طلعها ورماها؟ شو هالحكي مرت عمي؟ شو هالحكي؟ أنا بحبها لوفيها وما بستغني عنها بنو. لا استغني تقبرني استغني. أنت مالك عنا حرمة اسمها وفيقة، هلأ اللي عرفت قيمتها روح لعمتها. صبحية مدام طلعها ورماها شو جاي يساوي عنا؟ مرت عمي أنا ما جيت لعندكم من راسي، لو ما بعت لي عمي أبو صفوان ما بيجي. عن إذنكم. بعود أب محجوب بعود. بدي روح تركني. خلص هلأ أنت ترك لي هالموضوع كم يوم. اختاركو أنا تاركم الموضوع ما عم بحكي فيه، مثل ما قلت لكم لو ما بعت لي عمي أبو صفوان ما بحكي فيه بنو. خاطركم. سلام يا عمي. الله معك أب محجوب. هلا انت بعت له انه يجي؟ ايه يعني ما اجى من حاله؟ لا. وانت شلون بتبعت له خبر بدون ما تقول لي؟ لانه هو ابن اخي وهي بنتي وبدي رجعهم لبعض على سنه الله ورسوله، شو فيها هاي؟ عيب؟ ايه عيب، وفيقه ما رح ترجع له الا ليساوي اللي طلبناه منه. حسبي الله ونعم الوكيل، وبركي ضل مطلقها وبطل يرجعها على عصمته. لا لا تخاف، عبده بيموت على وفيقه، ما شفته كيف رح يبكي مثل الولد الصغير مشان ترجع له. يعطينا كان حكمك يا الله. سلامة قلبك يا الله. والله ما بتستاهل. السلام عليكم. عليكم السلام. تقبرني خير امي فيها شيء؟ لا تقبرني على حالها. امي كيف صرت ان شاء الله احسن؟ الحمد لله ماشي حالها. شو صار معك تقبرني؟ مرت عمي ما رضيت ترجعها. يا الله يقصف عمره الهي. عمتي لا تشغل بالك، عمك ابو وضاح بده يحل لك المشكله ويرجع لك وفيقه. انت بتعرف عمك لما بيدخل المشكله ما بيتركها لحتى يحلها. عمي ابو وضاح بده يرجع وفيقه؟ ايه عمتي ايه، بس انت طول بالك بس شوي. طول عمره كبير ومفضل على راسنا. عمتي ان شاء الله لا تواخذوني، انا غلطت بحقكم انت وعمي ابو وضاح، بس والله مو بايدي. لا يا تقبرني، ليش نحن بنزعل منكم؟ الله بيعلم غلاوتكم من غلاوة سميحة ووضاح. الله يجيبون بخير وسلامة. آمين يا رب. الله يسمع منك بجاهلها. شو؟ أمك وأخواتك يروح يعيشوا بيت خشار؟ بس شو جنيت أنت؟
بعرف. لك يا عبدو، ما بدي حدا يجي بعدكم بالعاطل انا. من شان الله صفوان، من شان الله لا تزيد على قلبي. لك يا حبيبي، ما بدنا الناس تلسن وتحكي اشكال والوان. لك والله احترنا، احترنا يا صفوان، احترت بامري انا. عبدو لا تحتار ولا من يحزنون. ميل حالك، روح خذ امك واخواتك على بيت خشان، ورجع لهون خذ مرتك وابنك. عمي لما العالم بدها تحكي راح بتحكي عليك انت، ما راح تحكي علينا الا. انا كل حكايه بدي مصلحتك. وبمعي تاخذ محجوب من اليوم ورايح، لما تبعت لي حدا لهون على البيت مشان هاي القصه بقى عمنا على الباب. ها انا ما بعت حدا، هن اجوا لحاله. لانه ابو محجوب خلي قصصنا بيناتنا بمعيتها، ما بدنا الناس من برا تشم ريحه. صفوانو بمعيتها نادي لي وفيها شوي. شو بدك وفيها؟ وفيها هلا اجنبيه عليك ما فيها تنكشف. لك يا اخي فهمنا اجنبيه، بنعرف اجنبيه، بدي اسالها وين حاطط لي ثيابي الجداد. يلا نايم اسالك اياها، مش بدك محجوب تشوفه. يا ما والله عبدو بيحبني وبيحب ابنه، شو ذنبه لحتى تمرمري قلبه وتعز بي كل هالعذاب؟ هيك هيك مشان يعرف قيمتي ويصير رجال ويمشي كلمته على اخواته، مو هو الكبير بعد ابوه؟ يا مو ايش كان مشان خدمة مرت عمي واولاده؟ والله العظيم والله العظيم عندي استعداد اخدمهم بعيوني، بس كرمال الله رجعيني لعندك. وفيقه وفيقه خليني اشوف شغلي، بدي زلهم للعقربتين، رويدة الكبيرة ورويدة الصغيرة، بدي اكسر شوكتهم. لسه ماشيين هيك ورافعين لي زنافتهم مو معبي عينهم حدا. صفوان انا اللي زكية تخليني عيدها، والله يدي امبارح عم توجعني من لما نايمتك عليها. فوت يا ابو فوت، ما في حدا. يلا شو بك يا مو؟ شو صاير؟ ما في شيء يا مو، ما في شيء. يو شلون ما في شيء؟ ليك وشك شلون مقلوب؟ على الان مع حدا؟ ايه يا مو. مع مين علقان؟ أكيد مع هذا اللاطي شاعر العياش، مو هيك؟ لا يا مولا، علقت مع جماعة من برات الحارة وشاهر حميلي وقف معي. إيه في الخير والله. وليش علقته؟ عم تبكي يا مو؟ يبعت لي حمى، الله يكسر إيديهم، الله ينتقم منهم. أنا ما عم ببكي مشان خناقة يا مو. يو تقبرني، ليش عم تبكي لكان؟ وضح مات يا مو، مات. شو؟ مات؟ كيف حمالك يا وضح؟ ماتوا شبه موت. الله يبشرك على هالخبرية. مين اللي خبرك يا مو؟ لا يا مو، لا تنسي إنه وضح ابن عمتي يا مو، ابن عمتي. يا ابو سكيهم لهدول اللي برا، ها احسن ما اطلع بالبصلة لعيونه. فوتوا الامر جوا بالوضع. هات جوزك يا دمي الهي. هلا بتروحي لعند مرت عمك، بوسي ايدها وتطلبي رضاها. على عيني يا سلام عليكم. انتوا هون؟ سلام عليكم. والله ما حدا بيقوم، والله لا تضلوا قاعدين. شلونك مرت عمي؟ تقبريني عمتي، شلونك؟ الحمد لله. شلونك تقبريني؟ ان شاء الله عم تتحسني. شلونك مرت عمي؟ ان شاء الله احسن. وانت يا غاليه شلونك؟ كيفك عمتي؟ الحمد لله نشكر الله. مشان الله تسامحيني، والله انا اخطيت بحقك كثير، بس انت قلبك كبير وحنونه، تقبريني تسامحيني. الله يسامحك. شلونك رويدا؟ شلونك رويدا؟ الحمد لله. والله أنا ما هان علي بنوب اللي صار، إيه والله ما هان علي، بس قلت لحالي يعني المصارين ببطن البني آدم بتتخانى. وجبنا الشيخ نزير، رجع وفيقة لعبده على سنة الله ورسوله. ما قصرتوا.
ان شاء الله دريتوا شي عن وضاه. لا والله. يا اكل العساكر رجعوا لاهاليهم. الغايب عزره معه. الله لا يوفي هالعصم الله الهي. قال عاد مين شي 100 شب من شبابنا لانه خانوا العصم الله. الله لا يرده، الخاين خليه يعدمه. والله والله لو كنتي هون وسمعتيها ما بتقولي هاي ام صفوان اللي عم تحكي. هي ان شاء الله يا رب، بركي الله هيك غيرها. اعوذ بالله، صبحيه وبعرفها هي. لك يبعت لحمها هي وبنتها وابنها. عمتي ما بصير تحكي هيك، كيف ما كان بتضلها مرت عمك؟ خاطرك يا مو، وين رايحه؟ على بيتي. مالك سامعه الضلالية شو عم تحكي؟ لك قد ما عملت منايح معهم ما ببين فيه. بدي اعرف لامتى بده يضل مناخيرها بالسماء. الله اي من نجاستها، الله حرمها من جوزها وموت لابنها. هاي طلع خاين وعدموه. يا ابو دخيل الله اكبر. صبحيه يا ابو احمد، صبحيه وقفي عندك. صبحيه وفيقه كرمال النبي شو بوضح؟ انا ما بعرف، انا ما دخلني. طولي بالك صلي على النبي يا اختي تبريني. طولي بالك. وضاح نجو انتقل إلى رحمته تعالى الشاب وضاح الخشاب ابن المختار نمر الخشاب. سامحوا يا أهل الجيرة، يسمح عنا وعنكم الله. سمعتي؟ سبحان الحي الذي شو بدي ساوي له؟ معك الله يرحمه كلياتنا بننمو. لك انت شو، انت قلبك حجر؟ ما في جواتك ذرة رحمة؟ لك عم بيقولوا انه ابن اختي مات، كلياتنا بدنا نموت، هيك عم تحكي بهالبساطة؟ شو بدي ساوي له يعني؟ ليكون انا موتته وماني دريانة؟ شبدانة؟ لك الموت ما فيه شماتة يا بنت الناس، ما فيه شماتة. الله اكبر، ماني ناقصتك. راسي عم يوجعني، لا تزيد على قلبي. خير يا جماعة خير، شو بكون طالع صوتكم لفوق لعندي؟ عم بينادوا بالمدنة وضاح ابن عمتك مات الله يرحمه. ايه الله يرحمه. كأنك دريان من قبل. ايه والله دريت من ياسين يا بي. ليش ما قلت لي؟ لك يا بي قلت ما بدي اعكر لك مزاجك وانزع لك مرائك عن هالمساء. تنزع لي مرائي؟ لك هاد موت. انتو شو انتو؟ لك انتو مو بني ادمين؟ بدي افهم. يلا يا عباس وروح على بيت عمتك. ايه يا مو، ايه ببقى بروح. ايه لا يا مو، هلا الاصول تروح. هلا بدك يقولوا ابن صبحيه مو ابن اصول. صفوان يلا عم بستناك. ايه يلا فوتي جاي. بدي اياك تصب القهوه المره بايدك وتقوم بعزاء ابن عمتك 24 قيراط. ايه يلا
الحارة وضيعتوا هالسنة.